السلام عليكم، جاكلي في فيديو جديد. فيديو اليوم حكولنا على سيرفرات في هواوي ميت 40 برو، شحال يدير في الجزائر. قبل ما نشوفو سعر التليفون شحال يدير، ما تنساوش تشترك في قناتك باش كنديرو جا فيديو، بارطاجيو مع صحابك اذا حبيتو، الناس كامل تخلو صحابي ديال ابوني. وين نبداو؟ بالنسبة للتليفون هذا من اقوى تليفون تاع هواوي اللي قوي عليه شوية، الميت 40 برو بلوس. ميت 40 برو بلوس كاين وحدة اخرى، هذا البرو ماشي برو بلوس. بالنسبه للتليفون هذا فيه كلش قوي، كاميرا تاعو قويه، الشكل تاعو قوي، بروسيسور فيه قوي. زيد كي تشري مع الشارجر تاعو، مع كوفر، مع كلش معاه. العفسه اللي محطمات التليفون اللي هي انه خدمه جوجل ما فيهش، وهاد عفسه بزاف تغيرك. شغل التليفون كيما هذا قوي وما فيهش خدمه جوجل، شغل تحطم التليفون ديره. بالنسبة لسعر التليفون هذا راه يدير من 19 مليون حتى 20 مليون. نسخة 8 رام 256 جيجا. حتى السعر تاع التليفون هذايا مليح مقارنة بالمنافسين تاعو. شغل مقارنة شغل هذا يجيك مع الشارجر، الشارجر تاعو غالي، الشارجر تاعو 65 واط ولا 60 واط ولا المهم حبس ضرب 60ات، 66 هكاك واط فيه. كل حتى الكوفر تاعو يجيك مع كل شيء، يجيك شغل ماك اي عفسه تلقاها في عفسه اساسيه برك تسحقها في التليفون تلقاها. عكس كيما ولاو يديروا دوك في التليفونات الجدد، شاومي نحات شارجور، سامسونج نحات شارجور في التليفونات الجدد، الاسفنتيا الترا والاسفنتيا، وابل هي الاولى اللي نحات شارجور من التليفونات، تسمى كاع ولاو يحافظوا على البيئه ونحاولوا شارجورات من التليفون. هذا ما كندير اليوم فيديو خفيف على سعر التليفون هذا، شحال كان نجيبكم فيديو اليوم. كما قلت لكم شكرا فخا دوك شكرا نديرو فيديو بارطاجوه مع صحابك اذا حبيتو، الناس كامل تعتقوا في صحابي تلقاو في الوصف ديالي ابوني، قولي شكرا حبيت نشوف الفيديوهات الجايه. نتلقاو في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.